اليوم معنا الإعلامية والفنانة كريمان من مصر، أحلى الضيف في العراق في برنامج شيء من كل شيء من قناة المدد. حياتي لحضرتك، كل عام وانتم بخير. ميرسي، ربنا يخليك. انتشر مقطع فيديو لحضرتك في مواقع التواصل الاجتماعي تقدمين تهاني وكانت ردة فعل طيبة، تعليقك على هذا الموضوع؟ أنا فرحانة جدا لأني ده نابع من وطنية كامرأة عربية، وعملت ده بمنتهى الإيمان، وأنا بقبل العلم العربي، وانا زي ما قلت وبقول على طول، انا دايما قلبا وقالبا مع الجيش العراقي ومع الحشد. الف مليون الف مبروك عقبال الموصل ان شاء الله، وليا الفخر بده، ليا الفخر بده جدا، وما انزعجتش، بالعكس انا فرحت جدا ان كل الشعب العراقي قدرني وقال لي كلام لطيف، وما خفتش من التهديدات اللي بعتوها لي، بالعكس ده حاجه اللي كانت لطيفه جدا، جزء بسيط مش فارقه معايا. حلو. اليوم حضرتك ايضا عندك دعوه الى دعم النازحين ورجعوهم، واليوم اعلنت الامم المتحده وزاره الهجره والمهاجرين عوده مليون نازح الى سكانهم. كلمه بهذا الموضوع. الف مبروك، رجعتوا بيتكم بالف سلامه، الف مبروك، وده اللي احنا بنجري وراه، والنازحين دول كانوا بجد يعني شايلين همهم بزياده، فكون ان مليون بني ادم يرجع لبيته او اسره لبيتها، الف مليون مبروك، وانا في الخدمه في اي حاجه اقدر اقدمها للشعب الجميل ده انا تحت امركم. طبعا شكرا يا حضرتك، ساهمت ايضا بدعم التبرعات وتبرعاتي طبعا، وما زلت اللي في ايده حاجه يا جماعه، وانا اقولكم اللي في ايده حاجه يبقى جنب النازحين واللاجئين، انا اول من يساهم، وقلت قبل كده ان انا هتبرع بالدم لمرضى السرطان، انا معاكم قلبا وقالبا كامرأة مصرية اولا وعربية ثانيا. مع الاسف خلص رمضان، راح نشتاق لك. شكرا جزيلا لكل مواقفك المشرفة تجاه العراق، وان شاء الله ترجعين بالسلامة، وتحية ايضا لمصر وجيش مصر وحكومة مصر. والنهارده كمان 30/6، مصر كلها كانت بتهيص النهارده على ذكرى ثورة 30/6، فدايما عندنا روح الوطنية دي، وان شاء الله. انا بس عاوز اقول كلمه صغيره. نعم. عاوزين نرتقي بجد و و و ونبعد عن الطائفيه، وخلينا كلنا ايد واحده، نحب بعض قوي، نحب وطننا قوي، احنا اولى بكل شبر من ارض بلدنا ضد اعداء الوطن. شكرا، فحبوا بلدكم كتير. شكرا شكرا، وميرسي للفيديو اللطيف ده. شكرا، مع السلامه.